بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة بغير حساب وأعذه من عذاب القبر. اللهم واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم مد له في قبره مد بصره. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم أفسح له في قبره ونور له فيه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم ثبته عند السؤال. اللهم انقله من ضيق اللحود والقبور إلى سعة الدور والقصور في سدر مخضوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم نور مرقده وعطر مشهده وطيب مضجعه وآنس وحشته ونفس كربته وقه عذاب القبر وفتنته. اللهم إن أبي في ذمتك وحبل جوارك فقه فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحمد لك. اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنه في ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام والإحسان وأنت أهل الجود والكرم. اللهم استقبله عندك خاليا من الذنوب والخطايا واستقبله بمحض إرادتك وعفوك وأنت راض عنه غير غضبان عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم أدخله بمنك وكرمك جنات النعيم. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى نزلا له. اللهم وابني له بيتا في الجنة واجعل ملتقانا هناك. ربنا وارزقنا الصبر والسلوان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد كله ولك الكمال كله ولك الجلال كله ولك الخلق كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد، لك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد الشفيع المشفع السراج المنير البشير النذير السراج المنير صاحب الكتاب الأبقار والقلب الأتقى والثوب الأنقى، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا من لا يعلم ما هو إلا هو، ولا يعلم كيف هو إلا هو، يا من عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، ونبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان يا ذا الجلال والإكرام، يا حسن التجاوز يا كريم الصفح يا عظيم المن يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة يا واسع المغفرة، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، نسألك يا الله نسألك يا الله نسألك يا الله ألا تشوه خلقنا بالنار، يا من يجير ولا يجار عليه، أجرنا.